بعض الامور المفروضه حتى بين اولادنا وبين زوجاتنا. هذه الالفاظ في مواجهه صن داونز ضمن الفرق الثمانيه اللي عندها 29 لقب في هذه البطوله، الثمان فرق اللي في ربع النهائي كلهم يعني عندهم القاب في هذه البطوله. سقوط اجاي، اتمنى له السلامه ان شاء الله بدل المجهود كبير قوي. اجاي اجاي في ارض الملعب اخر كرات اللقاء، كره الاماميه لكن على طول يطلع واحد من نجوم المباراه ياسر ابراهيم، كره تلعب لكن تعود مره ثانيه. مابوي مابوي واجاي، حكم بينظر في ساعته، حكم مدالة الكرة الأخيرة ملعوبة خطرة جدا لانجرمان، ولكن راية وتسلل، راية وتسلل. الأهلي في الموعد، الأهلي حقق الانتصار، الأهلي رد الاعتبار، الأهلي كبر جمهوره، الأهلي فاز وانتصر، والأهلي وصل إلى مبتغاه في مباراة اليوم 2-0 حتى الآن في اللقاء. جماهير الأهلي التي ساندت وشجعت طبعا الكلام اللي بيقال حاليا يعني اتمنى لا يتكرر في ملاعبنا بصرف النظر لمين يقال او لمين يعني يسب، ولكن في النهايه يبقى الاهلي اللي كان جمهور